ظهور عنف مجتمعي. بالتعاون مع مركز أورانوس للتدريب والتعليم، رعت منظمة نستعين للتنمية والأعمال الخيرية بوادي الشاطئ ندوة حوارية عن العنف ضد المرأة. اليوم نظمنا حوارية وندوة ضد العنف ضد المرأة، تمت الشراكة مع مركز أورانوس للحاسب الآلي والتعليم الحر براك الشاطي. الحضور كان على مستوى جيد، مثقف واعي لنشر الثقافة القانونية داخل المنطقة. شرفنا بكل فخر حضور السيد المستشار عقيل المحجوب عضو ائتلاف القانونيين بسبها، السيد الدكتور صالح البي عضو في هيئة التدريس في جامعة سبها كلية الآداب. شرفنا بحضور بعض المنظمات النشطة، مكاتب مكتب الصحة ومكاتب داخل بلدية براك، سيدات اتحاد نساء الجنوب، سيدات الأعمال. الحمد لله كانت ندوة ناجحة، خرجنا منها توصيات قانونية نتمنى العمل بها للسنوات القادمة. الندوة الحوارية تضمنت مناقشة عدد من المحاور، منها المحور القانوني وكيف يرى القانون الليبي حقوق المرأة وإيفاءها، والمحور الديني الذي نوقش فيه كيف أعطى الإسلام المرأة حقوقها وأنصفها، إلى غير ذلك من المحاور التي تعنى بمناهضة العنف ضد المرأة. فندنا بعض الأقاويل التي قيلت عن عنف الإسلام أو عنف هذا الدين ضد المرأة. كان الجانب القانوني أيضا كما تحدثنا في الذي كان في المحور الأول كان جانب جد شيق، لأن الدولة المستشار عقيلة محجوب أوضح فيه بعض النقاط التي للأسف من جهلنا بقوانيننا العام وخاصة القانون الليبي لا نعلمها، ففيها من الميزات وفيها من الإيضاحات ما تستطيع من خلاله المرأة أن تأخذ حقها بالجانب القانوني. الندوة لاقت استحسان الحضور الذين أبدوا أملهم في تكرار مثل هذه الحوارات لتعم الفائدة ولتوضيح عدد من الموضوعات وتسليط الضوء عليها من الناحية القانونية والإسلامية.